اهلا بيكم في قناة ايمي يومي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بسكوت صحي بديل القمح الكامل. الوصفة دي جميلة جدا، هي وصفة صحية وكمان البسكوت مقرمش ولذيذ، يعني احنا مش هنحس ان احنا بناكل حاجة صحية وفي نفس الوقت نكون مجبرين عليها، بس هنكون كمان حابينها. عندي بياض بيضة تكون درجة حرارة الغرفة، هحط عليها ربع معلقة صغيرة ملح ونص معلقة كبيرة سكر فانيليا. وهضربهم مع بعض بالمضرب الكهربائي لحد ما يعملولي فوم هش. هحط عليهم 22 ملي زيت عباد الشمس او زيت جوز الهند. زيت جوز الهند يعتبر بديل صحي للمادة الدهنية، بيستخدم في الوصفات الصحية للحلويات، بس احنا عندنا في مصر هو سعره عالي شوية، فاحنا ممكن ان احنا نستبدله بزيت عباد الشمس. هو يعتبر وسط، مش زيت ضار قوي ومش زيت صحي جدا، فهو حاجة وسط بين الاتنين. بعدين هضيف عليهم 85 جرام عسل، وهضرب العسل مع بياض البيض كده لغاية ما يمتزج معاه كويس. بعدين هضيف له ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. و165 جرام دقيق قمح كامل، ده بيبقى خشن شوية عن الدقيق الأبيض علشان هو بيبقى لسه محتفظ بالألياف بتاعته، فبيبقى مختلف عن الدقيق الأبيض، مش بيبقى ناعم. نجمع العجينة مع بعضها كويس. احنا ممكن نحس ان العجينة مفرفتة ومش هتتجمع معانا، بس ما تقلقوش، احنا مجرد ما نبتدي نلمها بايدينا كده هتتلم معانا، وهنلاقيها ملزقة شوية، ما نزودش دقيق تاني عشان ما يبقاش البسكوت قاسي قوي.
هي العجينة كده كويسة، هنحطها بين كيسين ستريتش. نفرد العجينة لأقل سمك نقدر نفرده، عايزينها تكون رفيعة جدا على قد ما نقدر نرفعها، ده هيساعد إن البسكوتة تطلع مقرمشة وما تكونش من جوه فيها جزء طري، فيخلي البسكوتة بتشد وما نبقاش مبسوطين واحنا بناكلها. احنا نحاول ان احنا نرقق العجينة على قد ما نقدر علشان تقرمش البسكوتة. زي ما احنا شايفين ده السمك الرفيع اللي احنا عايزينه، هحطها في التلاجة على الأقل ساعة وبعدين هطلعها وابتدي اقطعها. نقطعها بقطعات البسكوت اي شكل احنا حابينه. واحنا بنطلع البسكوتة من القطاعة بنحاول ان احنا نزقها بالراحة من الحواف علشان ما تتقطعش، عشان العجينة مسكت نفسها وجمدت في التلاجة، فمع ابسط حركة ممكن ان هي تتقطع، فنحاول ان احنا نزقها من الحواف بالراحة كده وهي هتطلع معانا على طول. واحطها في صينية مدهونة زيت وادخلها الفرن على درجة 180 سلسيوس لمدة 6 دقايق او 8 دقايق، ما نسيبوش اكتر من كده عشان ما يتحرقش معانا. بعد ما يبرد ممكن ان احنا نزينه بخيط رفيع كده من الشوكولاتة، وممكن نستعمل شوكولاتة غامقة علشان يبقى ما فيهاش سكر او نسبة السكر فيها تكون قليلة جدا. البسكوتة مش هتنفخ في الفرن، هي بنفس السمك اللي احنا حطيناه بيه تقريبا طلعت زي ما عملناها، وده اللي هيخلي البسكوت يبقى مقرمش زي ما قلنا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو النهاردة، ولو عجبكم ياريت تعملوا لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.